يبقى هنا في بي كان الحين في اف يساوي ان واحد على كام؟ على ان بي. ويبقى لو كان عندي مثلا كده ترانسفورمر مثلا كده، انا عملت لك كده ترانسفورمر اهو، واديك الترمز ريشيو واقول لك ايه 220 ار ام اس، لان ده اللي طالع من ايه؟ من الكهرباء يعني. فانتوا عارفين 220 ار ام اس هو قصده اي سي اكيد، احنا قلنا الفي ار ام اس بيساوي ايه؟ يبقى ده كانه كده. والبيك كام يا جماعه؟ 220 ايه؟ 220 كام؟ روت 2، يعني ده الماكسيموم. وحاجه هنا اقول يبقى انا عندي حاجه مجهوله اسمها ايه؟ في ام، وهي ان واحد على كام؟ يبقى 220 جذر 2 على في ام يساوي ان واحد على كام؟ عندي ترمزيشن جيت في ام، وبقت المساله هشيلها واحط سورس ساينسويدر، البيك بتاعه كام؟ لو كان الوضع كده ده جراوند 220 ار ام اس، ودي كانت ترمز ريشيو، هتشيل ده وتحطه كام سورس زي ما قلنا؟ اثنين ده جراوند وده البيك بي ام وده البيك بي ام. طب يعني ايه؟ ما قلنا هنا بي بي اسمه بي ام، وهنا بي ام، وهنا 220 كام؟ 220 روت 2 على كام بقى؟ يساوي ان واحد على ايه؟ جبت البي ام يبقى لاقي، جبت السورس يبقى لاقي. اذا دايما في المسائل ممكن يجي لي ترانسفورمر في الاول، البدايه ده الصح يبقى ستيب داون ترانسفورمر. ففي الاخر كاني عندي اي سي سورس، بس بجيب قيمته بقى في الترمز ايه؟ الترمز ريشيو. زي ما قلنا بقى الفول ويف ليه كام دايره؟ هو بيبقى 2 يا 4 دايود وريزيستنس وايه؟ واي سي. الهاف ويف كان 1 دايود وريزيستنس وايه؟ واي سي. الستبس زي مين بالظبط برضه؟ مفيش اي فرق، يعني هي نفس الطريقه. لو ايديال هندرس مين؟ بوزيتيف سايكل، ونشوف الدايودز حالتها ايه؟ ونجيب بي اوت، وبعد كده ندرس النيجاتيف سايكلز، ونشوف الدايودز حالتها ايه؟ ونجيب بي اوت، ونسكتش بي اوت، ونحسب برضه في دي سي وايه؟ وفي ار ام اس ومين والبيك ايرفرس فولتج. لو كان براكتيكال هنشوف الاول البيك بوينت. تعالى ناخد البريدج. ده شكل الايه؟ البريدج سيركت. دي ايه؟ البريدج سيركت. هو المفروض ده الانبوت الاي سي، اللي هو المفروض مش جاي كده برضه، جاي منين؟ من ستيب داون ايه؟ ترانسفورم. مش سنتر تاب بقى عادي، لانه سورس واحد يعني. ودي الدايره بتاعت البريدج، وده جراوند، ودي المقاومه اللي عليها الفي اوت، يعني في اوت كده. فقال لك طيب قبل ما احل، احنا طبعا هنفترض ان احنا هنحل ايه الاول؟ ها؟ ايديال. احنا هنضطر ان احنا نفترض في الاول ان احنا نحل ايديال. ايديال يعني الدايود عشان يشتغل محتاج فولت اكبر من كام؟ من زيرو بس. تمام. طيب فقال لك والله انا اسهل لي وانا بحل، اصحى معايا لو سمحت، وانا بحل اسهل لي بدل ما هنا جراوند وهنا جراوند اخليه جراوند ايه؟ واحد. طيب بص خليك معايا، دي اول عامل زي كده. منين لمنين يعني؟ من الجراوند للنقطه دي، صح؟ ده اتجاه الاوت. طيب ده جراوند، يبقى انا ممكن اوصل دي كده، فالدايره تبقى كده. خليك معايا بقى. المقاومه دي هوصلها كده اهي. طب فين اتجاه بي اوت؟ كده. ليه؟ لانه من الجراوند للنقطه. شفت لقيت من الجراوند للنقطه؟ من الجراوند للنقطه، يبقى كده من الجراوند للنقطه. كويس. وادي السورس. احنا قلنا ما بنغيرش اتجاه مين، لا الانبوت ولا الايه؟ ده البيك بتاعه بي ام. احنا قلنا ايدل، يبقى ايه اول خطوه ايه؟ هندرس مين؟ بوزيتيف ايه؟ هندرس ايه؟ بوزيتيف سايكل، يعني التيار هيمشي كده. يعني قلت انبوت بوزيتيف، التيار يمشي كده، يبقى ده ايه؟ فورورد، وده ريفرس. كمل معايا فورورد كده وكده، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ بقى تاني وانا ماشي طيار كده، السكه هنا قافله، يبقى ده اوف، ده فورورد. كمل مع الفورورد كده وكده، ده ايه؟ اوف. مش هكمل، يبقى هكمل كده، ده ايه؟ فورورد. يبقى مين اللي فورورد؟ دي 4 ودي 3 اون ودي 1 ودي 2 ايه؟ اوف. اوف يعني اوبن سيركت. ارسم الاون، بصوا يبقى دي اهو، ركز معايا، ما غيرتش اتجاه ده الانبوت اهو. مين اللي اون؟
ده اون صح؟ مش ده شورت؟ لا العكس. سوري ده ايه؟ شورت ريزيستنس شورت كده مش هو ده؟ وما غيرش اتجاه بتاعه دي في اول. تعالى بس نعدلها كده تبقى كده. اهو في اول. نحرر يطلع في اول بيساوي ايه؟ الحالة الثانية ايه هي بقى؟ نيجاتيف ايه؟ طبعا النيجاتيف سايكل باي ديفولت بتبقى العكس، بس تعالى نعملها تاني اهو. نيجاتيف سايكل ثانية واحدة بس، نيجاتيف سايكل يبقى التيار هيمشي ازاي؟ عكس. يبقى امشي كده يبقى ده ايه؟ فورورد. ده ايه؟ كمل مع الفورورد. كده؟ كده ده ايه؟ ده ايه؟ فورورد. فيبقى مين ومين اون 2 4 ومين اوف كام وكام 1 و 3 يبقى 2 4 هما اللي اون وده 1 و ايه ماشي كمان. طيب مين اللي اون 2 4 بص اهو ركز معايا شورت ريزيستنس شورت على ما غيرتش اي حاجه ودي الانبوت البرايورتي بتاعته ايه ما اتغيرتش يعني مين اللي اون 2 4 اهو يبقى ايه شورت ريزيستنس شورت على الانبوت والاوت اتجاهه الاوت ما غيرتوش برضه خلي بالك الاوت كده اهو تعالى نعدل السلكه دي كده بس ده الاوت كده نعدل السلكه يعني اتجاهها مع الانبوت صح ولا لا؟ يعني يطلع فيه اول كام بقى؟ هو كان ما غيرتش لا اتجاه الاوتبوت ولا اتجاه الانبوت هو اللي طلع لوحده ان فيه اول بيساوي كام؟ نيجاتيف الانبوت هنسكتش مين تحت مين؟ الانبوت تحت مين؟ الاوتبوت البوزيتيف سايكل مش دي البوزيتيف سايكل في اول بيساوي في ام بوت يعني زي ما هو طبعا ده في ام وناقص في ام كده صح فالنيجاتيف سايكل بيقول لك ايه يعني ده انا عارف ان ده الام بوت قيمته نيجاتيف اهو قال لك الاوتبوت هو نفسه بس مضروب في السالب بس السالب في السالب يديك ايه وهكذا طلعت ايه دي فولوبيلتي صح كويس طيب يبقى اذا ده فول ويف ريكتيفايد سيجنال يعني بيعدي البوزيتيف سايكل والنيجاتيف سايكل بيضربها في ايه؟ ها؟ سالب كنا بنحسب كام حاجه؟ ثلاثه مين هم؟ في دي سي في ار ام اس وبي اي في طبعا في دي سي ليه اثبات اللي هو واحد على البيريود البيريود هنا هي دي خلي بالكم بقى صح؟ تكامل على البيريود السيجنال صح ولا لا؟ اللي هي في ام ساين يعني خد كام يطلع لك 2 في ام على باور 2 ام الفي ار ام اس ليها قانون برضه اللي هو ايه سكوير روت ايه مين فاليو سكوير يعني تعمل سكويرنج وتاخد واحد على الروت واحد على البيريود فلما تعمل اثبات شبه اللي فات بس طبعا دي البيريود برضه هيطلع لك في ام على جذر 2 يطلع كام يا جماعه؟ طيب قبل بس ما نفهم دول تعال نحسب مين؟ بي اي بي بي اي بي ده ايه؟ اقصى فولت على الدايود وهو ريفرس واحد يقول لي بس انا هو دايود اي واحد يعني مثلا في السايكل دي في كام واحد اوف اثنين في السايكل دي اثنين تاني اختار لك اي واحد تعال اختار مثلا دي 1 او دي 4 اي حاجه اختار دي 1 مش دي 1 اوف ايه معكوسين اوف ماشي مين اللي اوف مثلا 4 اهو مش ده 4 اللي هو الاوبن سيركت يبقى الفولت اللي عليه هو مين صح خد اللوب دي يطلع البي اي دي بتساوي ايه
PIV زائد VM بيساوي يعني PIV بيساوي VM مش عارف مش فارقه لان كده كده هو فولت سالب ولا موجب اصلا سالب يعني ده ايه اصلا ها ريفرس يبقى البي اي في بيساوي في ام احنا قلنا في ام ده متغير بناخد اقصى قيمه اللي هي مين واضحه يا جماعه ولا لا يبقى انا كده حسبت البي اي في طيب تعال بقى نرجع لدول عشان عاوز افرق بينهم وبين الهاف ويف والفول ويف عشان دي مهمه وهنحتاجها في اخر المحاضره بصوا يا جماعه انا دلوقتي عندي اي سي سيجنال اهي شايفين كده دي مين اي سي سيجنال ممكن اعمل منها ايه هاف ويف يعني اعدي البوزيتيف سايد صح ممكن اعمل منها ايه لسه شايفين ممكن اعمل ايه يعني اعدي البوزيتيف صح مبدئيا كده رياضة بقى دي بيريودك سيجنال البيريود بتاعتها ايه؟ اسمها ايه؟ تي صح؟ والفريكونسي بتاعتها هنسميها الاف انبوت واحد على مين؟ صح كده؟ طيب الهاف ويف ريكتيفاير دي هي بتبقى اوت دايما فدي بيريودك ولا مش بيريودك؟ البيريود بتاعتها ايه برضه؟ فلو سميت الفريكونسي بتاعتها اف اوت هيبقى هي نفسها مين؟ اف انبوت اللي هي بكام برضه؟ واحد على ايه؟ الفول ويف بيريودك البيريود بتاعتها ايه بقى؟ تي على 2 صح ولا لا؟ يعني البيريود قلت للنص يبقى الفريكونسي ضعف يبقى اذا لو انا كنت مدخل ساينوسويدال تردده 50 هرتز وعملت منه هاف ويف هيبقى تردده كام؟ بس هنا هيبقى تردده كام؟ 100 هرتز دي اول نقطه كويس كده؟ طيب يبقى كترددات لازم ابقى عارف ان تردد الهاف ويف زي الساينوسويدال بس تردد الفول ويف ايه؟ ضعف الساينوسويد، ليه ضعفه؟ عشان البيريود بتاعته مالها؟ ها؟ نص البيريود بتاعته. الحاجة التانية اللي احنا حسبناها قبل كده قلنا الاي سي ده ليه حاجة اسمها في دي سي وفي ايه؟ قلنا الفي دي سي ده اللي هو الايه؟ الافرج، الافرج بكام في السيجنال دي قلنا؟ زيرو. فده بيعبر عن الدي سي اللي في السيجنال، فدي ما فيهاش دي سي. يعني الموجة بتاعها مين يعني؟ السالب. طب روت بي سكوير فاليو قلنا بتعبر عن الافكتيف باور. فالروت بي سكوير فاليو تطلع في ام على كام؟ روت 2. طيب. تعالى بقى نفسر شوية حاجات. سيبك بقى من الترددات والكلام ده خلاص. بص الباور بتتجاب ازاي؟ انك بتربع الفولت صح ولا لا؟ فعشان كده لما حسبنا يطلع لك روت مين سكوير فاليو هنا كام بقى بالقوانين دي ام على جذر 2 يعني روت مين سكوير فاليو بتاع الفول ويف هو نفسه بتاع ليه؟ لان الباور اللي هنا هي اللي هنا صح ولا لا؟ ما انت لما تربع ده وتربع ده مش الاثنين يبقوا زي بعض بالظبط؟ هتلاقي الباور هو هو عشان كده روت مين سكوير فاليو يطلع هو هو. طيب تعالى نقطه ثانيه الروت مين سكوير فاليو بتاع الراجل ده طلع كام المره اللي فاتت في ام على 2 يعني اكبر ولا اقل؟ اقل لان الباور اللي فيها اقل لان ضيعت مين؟ السايكل. طيب تعال نشوف الدي سي بقى. الفي دي سي لما حسبناه المره اللي فاتت الهاف ويف طلع كام؟ في ام على ايه؟ المره دي طلع كام؟ منطقي برضو ليه؟ لان ده الافرج بتاعه كده. اكيد لما السايكل الثانيه في كل مره تتوجد تديك ايه؟ دي سي زي ده بالظبط عشان كده تبقى ايه؟ الدبل. فاهمين الفكرة ولا لا؟ يعني لو انت عندك سايكل والتانية لا، سايكل والتانية لا، طلع لك دي سي باتنين. يبقى لما السايكل التانية كمان تبقى موجودة وهي فوق، هيطلع لك الدي سي بقى بكام طبعا؟ بأربعة؟ لأن كأنها سوبر بوزيشن يعني ده دي سي بتاعه باتنين. اعمل واحدة تانية كده 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 كده، يطلع الدي سي بتاعه بكام؟ اتنين. لما تجمعهم يبقى هيديك دي سي بكام؟ بأربعة. فهمتوا بقى القوانين جت منين؟ عشان بس كانتربريتيشن عشان تبقى فاهم يعني ليه ده كده وليه كده وده كده. طيب بس احنا كده حالين الدايره دي ايديال ولا براكتيكال؟ ايديال. لو براكتيكال بتبقى رخمه شويه، تعال نشوفها كده لو براكتيكال، يعني لو ايديال هو انا جبتها زي ما بقول لكم بدرس البوزيتيف سايكل واشوف الدايت وادرس النيجاتيف سايكل واشوف الدايت واجيب الفي اوت، الفي اوت وسكتش الانبوت تحتيه الاوت وزي ما طلع لنا الفي دي سي والار ام اس والبي اي في لازم يتحسب. لو كانت المساله ان واحد قال لك لا والله ده انا ايه؟ ده انا عاوزك تحل لي المساله دي ايه بقى؟
practical. بس طبعا هم اربعه هيبقى الموضوع ايه؟ صعب ان انا اجيب بريك بوينت لكام؟ اربعه. بس هي حاجه شبه البريك بوينت يعني هو كده كده في البوزيتيف سايكل. مين مش معانا؟ مين مش معانا؟ مين اللي شغالين؟ ده وده. فلو واحد عاوز يشتغل بالبريك بوينت بس يعني مش مستاهله هيقول لك خلاص يعني الدايره عامله كده. صح ولا ايه؟ انا عاوز اعرف البريك بوينت اللي اتشغل التو دايت. فاحنا قلنا هنشيل ده ونحط بطاريه كام؟ بطاريه كام؟ والتيار كام؟ زيرو. فيطلع البريك بوينت اللي هو الانبوت اللي هيشغلهم بقى كام؟ 1.4. يبقى انا اذا الانبوت بتاعي لازم يبقى اعلى من كام؟ عشان الاثنين يشتغلوا. فيبقى لما الانبوت يبقى اكبر من كام؟ مين ومين اون؟ 1 و3 اون و2 4 ايه؟ وده لوجيك. يبقى هنا البريك بوينت 1.4 لان ده محتاج 7.10 وده محتاج كام؟ 7.10. اوكي بقت الدايره كده. يبقى اذا مش في البوزيتيف سايكل. لا ده لما الانبوت يبقى اكبر من كام؟ من 1.4. الاثنين دول هيشتغلوا والاثنين دول مش هيشتغلوا. مين هيشتغل؟ 1 و3. 1 يبقى هشيل واحط بطاريه كام؟ 7.10. وادي مقاومه وادي بطاريه 7.10 وادي على مين؟ على مين؟ الانبوت 7.10 7.10 مقاومة وده مين؟ طبعا ده اتجاهه كده ده اتجاهه كده. يبقى في اوت طلع بكام بقى كده؟ يبقى في انبوت ناقص كام؟ ناقص 7.10 ناقص في اوت ناقص 7.10 بيساوي كام؟ زيرو. يعني في اوت طلع بكام؟ في انبوت ناقص كام؟ 1.4. صح؟ لما الـ V input يبقى أقل من كام بقى؟ إيه اللي هيحصل طبعا؟ هل هيحصل حاجة؟ لا معرفش يا صبيان. إيه يعني مفيش أي حاجة أعرفها. طيب بلاش كده. بس سيب الحالة التانية دي مش عارفين إيه وضعها. في حالة تالتة؟ إيه هي الحالة التالتة بقى؟ بص أصل هو في حالة كده يعني أنت شفت حكاية إن لو الاتنين هم محتاجين 1.4 بس لما تبقى تقول لي أقل من 1.4 أنا هعرف إيه يعني؟ طب ممكن تبقى رقم كبير او رقم ايه صغير وانا ما اعرفش السيتويشن. يعني ما ينفعش تقول لي لما يبقى اقل من 1.4 ده وده هيشتغل. ده وده هيشتغل لما يبقى بقى فين اصلا؟ النيجاتيف سايكل. فانت لو عاوز تقول السايكل اللي دول شغالين فيها فهم بيشتغلوا في انه سايكل فعلا في النيجاتيف سايكل بس برضه محتاجين كل واحد فيهم كام؟ فيبقى معناها لما الانبوت يبقى اكبر من كام؟ سالب 1.4 رياضيا مش كده. يعني لما اقول لك كده انت رياضه تفهمها غلط. معناها ناقص 1.5 ناقص 1.6 كده يعني. فاهمين الفكره؟ صح ولا لا؟ اصل واحد لما اقول لك دي خدها كمودلس يعني. فاهمين الفكره؟ لما الفي ام يبقى اكبر من 1.4 بقى المسايكل ده في النيجاتيف يبقى هيبقى سفشنت ان يدي ده 7.10 ويدي ده 7.10 كده كده في السيتويشن دي. مين اوف؟ لانك في النيجاتيف سايكل 1 واي و3 يعني 1 و3 اوف. ومين اللي اون؟ دي 2 ايه؟ بس عشان يبقوا 1 محتاجين كام زي ما قلنا؟ كل واحد فيهم كام؟ 7.10. يبقى مين هيبقى 1؟ 4 يبقى بطاريه وادي مقاومه وادي بطاريه وادي انبوت. ما غيرش ايه زي ما اتفقنا؟ اتجاهات. ده كده
وده كده. يبقى 7 من 10 وفي اوت و7 من 10 يعني 1.4 من 10 وفي اوت وفي انبوت بيساوي كام بقى؟ يعني في انبوت ادي اوت بيساوي ايه؟ سالب ايه؟ صح؟ 7 من 10 وفي اوت و7 من 10 زائد في واضحه يا جماعه؟ طب الحاله الاخيره ايه هي بقى؟ في حاله في حاله للانبوت يبقى من كام وكام بقى؟ يعني اكبر من سالب 1.4 من 10 واقل من كام؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا واحد هيشتغل. ليه؟ ما هو انت لا اديتني 1.4 من 10 عشان الاثنين يشتغلوا صح؟ ولا اديتني كام؟ سالب 1.4 من 10 الاثنين يشتغلوا. فبالتالي ما حدش ايه؟ يعني كله اوف، كله اوف يعني الفولت في اوت بكام طبعا؟ صح؟ هنسكتش مين تحتيه مين؟ يكون تحتيه الاوت. هننزل الايه؟ قطوعات وكذا حته حته بقى. الحته دي بين كام وكام؟ بين سالب 1.4 من 10 بقى. يبقى الاوت بكام؟ ده اكبر ولا اقل؟ اكبر. يبقى الاوت هو الايه؟ بس مطروح منه كام؟ 1.4 من 10. طب ده زي ده مور نيجاتيف فهيبقى هو هو بس ايه مجموع عليه كام طبعا يعني 1.4 من 10 سالب انا اسف مضروبه في ماينس تطلع فوق يعني اسف هي مضروبه في سالب طبعا فتطلع ايه يعني زي اللي فوق يعني طبعا سالب في سالب هيبقى V M M ناقص كام؟ 1.4 من 10. مركزين معايا ولا ايه؟ طيب وبعد كده 0 وهكذا. يعني ايه الفرق بينها وبين العاديه؟ في ايه؟ شويه ايه؟ صفار كده بسبب الايه؟ والبيك بقى كام؟ V M ناقص 1.4. يبقى ببساطه يعني تقدر تقول في البريدج لو انت شغال براكتيكال هتشيل V M وتحطها كام؟ و تحط ايه بس؟ صفار في الاول وما بينهم عشان الايه؟ ال 1.4 من 10 وكام؟ سالب 1 من 10. يعني لو واحد قال لك هات في دي سي حافظينها بكام؟ 2 في ام داش على بول وبي ار ام اس في ام تسميها داش بقى على جزء الاثنين حيث مين في ام داش بقى؟ في ام ناقص 1.4 من 10 ودي كام؟ في ام ناقص 1.4 من 10. فاهمين الفكره؟ لان الفي ام داش بقى بقت كام؟ في ام ناقص 1.4 من 10. البي اي في دي لازم تتحسن. هنشوف اي دايود كان ايه؟ ها؟ ناخد ده مثلا. واعمل كي بي اس كده ده في اي بي طبعا هيطلع ايه؟ في اي بي و7 من 10 وفي ام او في ام يبقى البي اي بي بقى في ام ناقص كام؟ واضح يا جماعه ولا يبقى اذا البراكتيكال رخم شويه بس هو في الاخر هو بيقول لك ان انا لما الفولت يبقى الانبوت لا هو اكبر من 1.4 من 10 ولا هو مور نيجاتيف عن ناقص 1.4 من 10 فهو مش هيبقى سفشنت لا يشغل الاثنين دول ولا يشغل الاثنين دول فمش هيشغل حد خالص ليه؟ لو الانبوت ب 1 فولت هو ال 1 فولت مش كفايه انه يشغل الاثنين دول فمش هيشتغل الاثنين فاهمين يا جماعه الفكره؟ فيبقى ايه الدايره هتبقى ايه؟ ده وضعها يعني طيب في مشكله في الكلام ده؟ قبل ما نقول النوع التاني تعال نشوف مسألة كده على البريدج مختلفة يعني. طبعا دي مسألة سهلة بالأرقام بس بصوا عشان بس ما نقعدش نعملها بصوا معايا بيقول لك ايه ديترمن الايه؟ فور ذا بريدج ريكتيفاير وهات البي اي في ما تشوف دي المسألة اللي حلينها أصلا مش دي هو بس قالك 220 ار ام اس احنا فاهمين اللعبه تبقى 220 كام يعني جزء 2
على في ام بتساوي كام؟ 18.3 ل1 صح؟ فجبت الفي ام، فبقت الفي ام عندي في المساله ولا ما عنديش؟ عندي. يبقى البي اي دي بكام؟ بالفي ام نفس الكلام، هو طبعا هنا ايديال يعني مش عارف براكتيكال ولا ايديال، تقريبا براكتيكال يعني. فطبعا زي ما قلت لكم اهو، يبقى 220 جذر 2 على في ام، فطلعت لك في ام بكام؟ 16.97. طبعا هو ايه لك براكتيكال يعني اللي احنا عاملينه ولا مش اللي عاملينه؟ فانت هترسمها على طول، مش هستعملها بس يعني مش مستاهل. تحط هنا اصفار وهنا اصفار، والبيك كام بقى؟ في ام ناقص كام؟ والله ما معرفش. عاوز البي اي في احنا طالعينه في ام ناقص كام؟ عاوز الفي دي سي 2 في كام بقى؟ في ال 15.57 على ايه؟ على باور. في ار ام اس الرقم ده على كام من جذر ايه؟ جذر 2. تعالى قبل ما نقول السنتر تاب بس تعالى نشوف كده كام مسألة على ده. لا دي على التاني. دي مثلا دايرة اهي. تعالى نمشي معاها بسرعة يعني. شبه دي بس ايه اللي حاصل بس لو خدتوا بالكم؟ دايرة مالها؟ مقلوبة. دايرة ايه؟ مقلوبة. كويس. ولا يفرق معايا حل عادي. مش دي مقاومة؟ والأوتبوت من الجراوند للنقطة؟ هعملها كده ويبقى ايه؟ ده بي اوت. ده أول خطوة. بصوا كده. ليك معايا عملت كده اهو. في جديد؟ لا. بما انه ما قالش سيره الدايتس نوعها ايه، بقى ايديال ولا براكتيكال؟ ايديال. يبقى هنمشي مع البوزيتيف سايكل. ركز بقى معايا، تعالى امشي كده. يبقى ده ايه؟ فورورد وده ريفرس. كمل. يبقى ده هيمشي كده، ده ايه؟ ريفرس. كمل، ده يديك ايه؟ فورورد. يبقى ده وده اون وده وده ايه؟ اوف. ده وده اون يبقى ايه؟ شورت ريزيستنس شورت على الانبوت. مظبوط؟ ده اللي انا عملته هنا. بصوا شورت ريزيستنس شورت على الانبوت، ما غيرش اتجاه الانبوت ولا غيرت اتجاه الايه؟ هتلاقي طبعا الانبوت ماشي كده وده ماشي معايا، صح ولا لا؟ يبقى الفي اوت بيساوي ايه بقى؟ نيجاتيف. ده في البوزيتيف سايد على طول. ماشي؟ تعال ندرس مين بقى؟ النيجاتيف ايه؟ ها؟ يعني تعال هيمشي عكس. هيبقى ده فورورد وده ريفرس. كمل. وده هيمشي كده، ده ريفرس، ده فورورد. هيبقى ده شورت ريزيستنس شورت على الانبوت، ومش هغير اتجاهات برضه، صح؟ اهو شورت ريزيستنس شورت على الانبوت. طبعا ده اتجاه الفي اوت ما غيرتوش، وده الفي ام. طبعا الفي ام ده اهو عكسه مين يعني؟ يبقى الفي اوت بيساوي الفي ام. هنسكتش مين تحتيه مين؟ تحتي مين الاوت؟ بيقول ايه؟ هو هنا طبعا ايديال يعني. هو في البوزيتيف سايكل طلع ايه؟ بي اوت بيساوي ايه؟ نيجاتيف بي اوت. حضرتك ده في نيجاتيف. وفي النيجاتيف سايكل بي اوت بيساوي ايه؟ في ام. يبقى دي بتعمل فول ويف ليه بقى؟ طبعا الفي دي سي والفي ار ام اس نفس القوانين، بس الفي دي سي هتبقى بالنيجاتيف والافرج يعني، الار ام اس طبعا لازم تطلع بوستر يعني، برضه قانونها 2 في ام على باي اللي هو الفي دي سي، والتاني في ام على ايه؟ على جذر 2. اهي زي ما قلت لكم، في دي سي ب 2 في ام على باي، وفي ار ام اس في ام على جذر 2. طيب دي مثلا بصوا عليها كده. اصحي اصحوا يا جماعه، الناس العمليه معاهم صعبه في رمضان ولا ايه؟ بصوا معايا. حل ازاي؟ اولا دي دايره فيها اتنين دايره، صح؟ يعني هو شكله كده ايه؟ ماشي مش مشكله. بس نفس المبدا. بصوا 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 بص. المقاومه نفس الطريقه على جراوند وجراوند، فانا هعمل نفس اللعبه اهو. ادي الايه؟ انبوت. اتجاهه ما بغيروش.
يا عم هدي اعصابك بس شويه. بصوا يا جماعه معايا، احنا عندنا دي 1 واي هندرس البوستر، هو شكلها ايديال صح؟ حتى لو مش ايديال ممكن تحل ايديال وفي الاخر انت عارف بتشيل في ام وتحطها كام. يعني بصوا هي الدايره طالما فيها 4 دايود يبقى هتشيل في ام وتحطها في ام ناقص كام؟ 1.4، لان 2 مره هيشتغلوا و2 ايه؟ مش هيشتغلوا. هنا غالبا في الدايره فيها 2 دايود، فاكيد في مره واحد هيشتغل والتاني ايه؟ مش هيشتغل، بالعكس يبقى هتشيل في ام وتحطها في ام ناقص كام؟ 7.10. طيب المهم يعني هو هنا ايديال، فالبوستر سايكل هيمشي كده التيار كده، يخلي دي 1 ايه؟ اوف ودي 2 ايه؟ تعالى نرسم هو سهل يعني. اوف يعني مش موجوده، يبقى انا عندي شورت مقاومه 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 وادي الايه؟ ما تنساش اتجاه الاول. كويس؟ هو طبعا دي ده وده سيريز مع ده ايه؟ بارلل مع الانبوت، فانت ممكن ترسمها عادل يعني الانبوت اهو. وادي مقاومه وادي مقاومه. تاني اتجاه الاوت ازاي؟ لفوق كده يعني. صح ولا ايه؟ يعني ده كان الفولت ده اسمه ايه؟ بتوزع على مين؟ على ده وده. فطبعا لو ما كانش 4 و4 يعني عشان تجيب في اوت هيبقى فولتج ديفايدر، يبقى في انبوت في 4 على 4 زائد 4 صح؟ لو هي هنا سهله لان المقاومات مالها طبعا متساويه، فيبقى النص على ده والنص على ده، بس جنرال يعني فولت ده بفولتج ديفايدر لان ده سيريز هيبقى في انبوت في 4 على 4 زائد 4، يعني في اوت طلع في انبوت على كام يعني؟ طب في النيجاتيف ايه بقى؟ يعني الطيار هيمشي جاي كده يعني الطيار، يبقى ده ايه؟ اوف وده ايه بقى؟ اون صح؟ اون يعني ايه؟ شورت شورت مقاومة 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 صح؟ وادي الانبوت ده 4 كي ده في اوت اتجاهه ما تنساش باكي باكي صح؟ ما غيرتش اتجاهات طبعا ده وده ايه؟ سيريز مع ده بارل مع ده بارل اترسم كده ادي في 4 اهي ده وده سيريز 4 و4 والفولت اتجاهه فين؟ تحت صح؟ هو اللي لوحده كده ده في انبوت يعني ده كمان في انبوت يبقى فولت شيء برضه ديفايد بس في اشاره ايه بقى؟ يبقى انا قصدي انبوت على كده هسكتش مين تحت مين؟ الانبوت تحت الاوت هو قايل لك هنا 100 ساين اوميجا تي يعني ايه 100 ساين اوميجا تي؟ يعني البيك كام؟ 100 البوزيتيف سايكل البوزيتيف سايكل في اول بيساوي يعني هو نفسه بس كام بقى؟ 50 نيجاتيف سايكل هضربه في سالب يبقى موجب واقسم على 2 يبقى كام برضه؟ يبقى هو هنا بيعمل فول ويف بس بيعمله ايه كمان؟ سكيلينج على 2 يعني فلو ضربت منك في دي سي برضه 2 في ماكسيموم على بعض بس اللي هي 2 على 50 على كام يعني؟ طاري وبي ار ام اس 50 على كام؟ لان يعني الماكسيموم بتاع الاوتبوت يعني فاهمين الفكره؟ فيها مشكله؟ دكتور هو الاشاره لو حق نعم الاشاره في الفي دي اس والفي ار ام اس مهمه ولا هو الفي ار ام اس ما فيش اشاره في الفي دي سي اه ممكن يبقى في اشاره لو هي بالنيجاتيف واضحه يا جماعه؟ طيب نرجع بقى للنوع الثاني اللي هو اسمه ايه؟ سنتر تاب ايه بقى؟ يعني احنا دلوقتي عملنا فول ويف بالايه؟ بالبريدج. قال لك انت ممكن تعمل فول ويف بالسنتر تاب بالدايره دي. هم سموها سنتر تاب ترانسفورمر سيركت ليه؟ لان هو لازم يعني لما يجي لك ال 220 فولت من الفيشه ما ينفعش
تستعمل ترانسفورمر عادي زي في البرنتش، لا لازم تستعمل سنتر تاب. يعني سنتر تاب يعني ده ال 220 فولت اللي هو 220 جذر 2، يعني تروح تعمل سنتر تاب ترانسفورمر يقسمهم لك كام سبلاي 2، وعندك كام دايود الدايره دي كام 2 على ريزيستنس. طيب احنا قلنا حته الايه على 2 والكلام ده، فالدايره هتبقى عامله ازاي؟ تبقى كده يعني، ده الوضع اهو. مش انا واعملها ايه في الاخر يعني، بعد ما نعمل حكاية في بيك على 2 دي ام بقى والكلام ده، تبقى الدايرة عاملة كده. بصوا معايا، بصوا كده، احنا قلنا هنشيل الكلام ده وتبقى الدايرة كده. بصوا سورس وسورس، في هنا ايه؟ وده في ام، وهو قال لك المقاومه دي على ايه؟ شو ده الوضع؟ وفي ده بتاع، مظبوط كده؟ يعني انا ايه شلت الترانسفورمرز دي وحطيت سورس وسورس، احنا قلنا بيبقى ده في بيك على 2 في ام بيساوي ان على 1. طيب اوكي، نفس المبدا، مش ده جراوند؟ يبقى هنعملها المقاومه ازاي؟ كده، وده مين؟ هنفترض ان هما ايه برضه؟ ايديال الاول، يبقى هندرس مين من الاول؟ ندرس مين؟ بوزيتيف سايكل. بوزيتيف سايكل يعني الاثنين يمشوا تيار كده صح؟ تيار كده يبقى دي 2 ايه؟ اوف، وكده يبقى دي 1 ايه؟ اون. يعني شورت سيركت، وادي الانبوت وادي المقاومه. هل ارسم اللي تحت؟ مش محتاج ارسمه الحقيقه، صح ولا لا؟ لان اوبن يطلع في اول بيساوي ايه طبعا؟ بي ام كي بي ام. طب الحاله الثانيه بقى تبقى النيجاتيف ايه؟ سايكل. باي ديفولت المفروض العكس يبقى دي 2 اون ودي 1 اوف، بس خلينا نقول لو مشان التيار العكس ده هيبقى اون وده كده جاي كده يبقى ده اوف. ما ترسمش الاوف يعني 1 اوف، يبقى المقاومه اهي وادي السورس ما غيرش اتجاهها، خلي بالك ده اتجاه بي اوت اهو، وده اتجاه بي انبوت ما غيرتوش برضه، وده شورت. يطلع بقى بي اوت بيساوي ايه؟ هسكتش مين تحتي مين؟ تحتي الاوت. ماشي؟ وانا في البوزيتيف سايكل بي اوت بيساوي ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى في البوزيتيف سايكل بي اوت بيساوي بي ام، وفي النيجاتيف سايكل بي اوت بيساوي سالب ده اللي هو موجب، ويبقى ده اللي ايه؟ بي ام. ماشي؟ برضه نفس الكلام، في دي سي كام؟ نفس القوانين، كام؟ 2 بي ام على باي وار ام اس. تعالى نحسب حاجه مهمه بقى اللي هي مين؟ دي هتفهمنا حاجه مهمه. اقصى فولت على الدايود هو الريفرس، عشان كده بسيب حته فاضيه تحت. بصوا احنا قلنا هنا مين اوف؟ طيب دي 2 اوف، يبقى انا هختار ارسم الحته اللي تحت لان عاوز الفولت اللي عليها، مظبوط ولا ايه؟ ده البي اي بي اهو، ممكن تمشي بكذا لوب، تعالى امشي لوب من بره، امشي يطلع بي اي بي كام؟ بي اي بي وفي انبوت وفي انبوت، يعني بي اي بي بكام يعني؟ 2 في ام، صح ولا لا؟ تاني هو كده معناها بي اي في زائد ده زائد ده بيساوي صفر، يعني معناها بي اي في بتساوي نيجاتيف ال 2 في انبوت. قلت لكم نيجاتيف كده كده هو الفولت ايه اصلا؟ اقصى قيمه في الفي انبوت في ام، يبقى هو اقصى فولت على الدايود هو ريفرس 2 في ام. حلو كده؟ مركزين؟ طيب افتكروا بقى معايا من شويه في الفول ويف بريدج كان البي اي في كام؟ في ام. مين احسن بقى، البريدج ولا السنتر تاب؟ فكروا كده شويه قبل ما تردوا. مين احسن، البريدج ولا السنتر تاب في البي اي في يعني؟
طيب في ناس تقول برنش وفي ناس تقول مين موافق على البرنش يرفع ايده. طب مين موافق على السنتر تاب يرفع ايده. طب مين نايم؟ بصوا البريدج بيقول لك ايه؟ لو انت عندك بص هقولها لك اهو بالكلام وانت قولوا بعدين. يبقى هو بيقول لك لو انا عندي اي سي انبوت بيتغير واقصى قيمه ليه 10 فولت. اقصى قيمه كام؟ 10 فولت. يبقى انت هتشتري دايود يتحمل في الريفرس 10. كويس كده؟ جه السنتر تاب قال لك لا انت لازم تشتري دايود يتحمل كام؟ 20. يبقى مين احسن؟ البريدج ارخص. لانك هتشتري دايود ارخص ولا اغلى؟ بس دايما في اي حاجه في الدنيا في حاجه اسمها تريد اوف، يعني تاخد ميزه ففي عيب. فالبريدج فعلا هيخليك تشتري دايودز ارخص، بس هتشتري كام واحد؟ 4. لكن السنتر تاب هتشتري كام؟ 2. فده الفرق. يبقى انا السنتر تاب بعمله بكام فعلا؟ 2. بس 2 لازم اجيب دايودز تتحمل فولت في الريفرس يبقى اكتر من دبل مين؟ الاي سي سورس، الماكسيمم بتاع الاي سي سورس. بينما في البريدج هجيب 4 بس الواحد يتحمل بس الماكسيمم بتاع الايه؟ الانبوت في الريفرس. واضحه يا جماعه ولا لا؟ طب بنفس المبدا احنا حلينا الدايره دي كده ايديال ولا براكتيكال؟ طب لو براكتيكال الموضوع هيختلف ازاي؟ سهله هتبقى اسهل يعني مش صعبه ولا حاجه. هنا يا جماعه واحد يقول لك طيب في البوزيتيف سايكل كده كده مين هيشتغل؟ وده مش ايه؟ فسيبك من اللي تحت. الدايره دي عشان ده يشتغل يبقى هيحتاج كام؟ يبقى لازم لما الانبوت اكبر من كام؟ هيبقى مين اللي اون؟ دي 1 ودي 2 ايه؟ كويس. دي 1 اون هيبقى بطاريه كام يعني؟ فيطلع بي اوت يساوي ايه؟ بي ان ناقص كام بقى؟ 17. الحاله الثانيه ان انا في النيجاتيف سايكل ده يشتغل وده ما يشتغلش صح؟ بس ده هيشتغل لما تديله كام في النيجاتيف سايكل؟ 17. فلازم يبقى الانبوت يعني less negative 0.7 او مور نيجاتيف. يعني ايه مور نيجاتيف؟ يعني ناقص كام؟ ناقص 9 من 10. ماشي يا جماعه؟ ومور نيجاتيف صح ولا لا؟ يبقى ساعتها هيبقى مين اللي شغال؟ دي 2 صح؟ ودي 1 ايه؟ اوف. طب دي 2 عشان احط بطاريه كام؟ 9 من 10 صح؟ فيطلع بي اوت بيساوي ايه بقى؟ نيجاتيف كام؟ بي ان ناقص زائد كام؟ 9 من 10. ايه الحاله اللي باقيه؟ ان الانبوت يبقى اكبر من سالب 7 من 10 بس اقل من كام؟ يعني مثلا انبوت 6 من 10، طب 6 من 10 هيشغله؟ طب هيشغل ده؟ لا. طب سالب 6 من 10 هل هيشغل ده؟ لا، واكيد مش هيشغل ده لان ده محتاج فولت ايه؟ موجب. يبقى كل اثنين مالهم؟ يبقوا مالهم؟ اوف. يبقى اوبن وهنا ايه كمان؟ اوبن. يبقى التيار هنا بكام طبعا؟ يبقى في اوبن بكام يعني؟ صح؟ هنسكتش مين؟ الانبوت تحت مين؟ هنوقع كام نقطة بقى؟ احنا عندنا كام نقطة كده تعتبر بريك بوينت؟ 7 من 10 صح؟ ونيجاتيف كام؟ 7 من 10. هننزل الايه بقى؟ الانترسكشنز. طيب الحته دي اكبر ولا اقل؟ اقل من الحته دي. سوري بين كام وكام؟ ها؟ سالب 7 من 10 و7 من 10 يبقى دي اكبر في كام؟ دي اكبر صح؟ يبقى الاوت هو الانبوت بس ناقص كام؟ يعني هنا في ام ناقص كام؟ دي ما بينهم بتبقى بكام برضه؟ زيرو صح؟ دي اكبر ولا اقل؟ اقل. يبقى هتضربها في ايه الاول؟ سالب وتبقى تجمع عليها 7 من 10 طبعا هتطلع بالايه؟ بالعكس هتبقى دي ام ناقص كام برضه 7 من 10 وده ايه؟ زيرو نفس الكلام وهكذا. يبقى هي برضه فول ويف بس في ايه؟ شويه ايه؟ صفار
والماكسيمم بقى كام بقى في ام نقصان. يبقى لما اقول لك هات بي دي سي هات في ار ام اس قلنا بتبقى 2 في ام داش على ايه باي وفي ام داش على ايه مين في ام داش باي في ام اس كام البي اي دي لازم تتحسب اهي هنحسبها من نفس اللوب صح اقصى فولت على الدو ريفرس هيبقى 2 في ام ناقص كام بقى صح دكتور هو مش المفروض يعني في النيجاتيف سايكل يبقى البيك اعلى شويه ليه علشان هنا الفي انبوت وال 0.7 مع بعض بيقوا بعض لكن لا. هنا هي في انبوت زائد 7/10 بس الفي انبوت ده بالسالب يعني سالب 5 و7/10 فتديك كام سالب 4.3 تضربها في سالب تديك كام 4.3 فهمت يبقى يا جماعة في البرنش في الدي سي والاي سي والار ام اس بتشيل ده وتحطه 7/10 ده بي ام خلاص 4/10 دي مسألة اهي دي مسألة عكسية ديزاين يعني ايه ديزاين يعني بيقول لك ايه انا عاوز الترنز ريشيو عاوز الايه عشان يبقى الدي سي كارنت في الاوتبوت 1 مللي فكرتها ظريفة بص دايره كده فيها سنتر تام انا هعملها له كده بس لازم اخد بالي بقى انا كده عندي ايه ترانسفورمر البيك بتاعه كام هنا ال 220 ام مسمي لي هنا ان الكام وعندي هنا في ام وهنا صح فيبقى 220 جذر 2 على كام يساوي كام انا على هو عاوز ان يبقى انا محتاج اجيب مين اصلا خلاص يبقى انا هضطر احل الدايره مش هنحل لسه حلنا واضح ان هي ايدر يعني صح طب هحلها فيطلع لي ان الاوت عباره عن ايه فول ايه فول هو ريكتيفاي مش هنحل لسه حلنا ولا ايه طيب انت مديني ايه بقى المساله هو قال لك المقاومه دي كام 10 ايه والاي دي سي 1 مللي طيب خلي بالك ده الاي اوت دي سي بقى صح يبقى الفي اوت دي سي كام بالاي اوت دي سي في الار صح يبقى 1 في 10 تطلع 10 فولت طب ما الفي اوت دي سي عشان ده فول ويف هو كام 2 في ام على باي صح يبقى هنا الفي ام طلعت كام 10 باي على 2 يعني كام طب ما انا كده جبت مين في ام طب 220 جذر 2 على 2 في 5 باي تساوي كام؟ ما ادري جبت مين؟ هي الترنز ايه الريشيو؟ يبقى دي مساله براكتيكال شويه بقى، ازاي براكتيكال؟ انت بتبقى عاوز تشتري ستيب داون ايه؟ ترانسفورمر علشان تجيب دي سي كارنت رقم معين، صح؟ فهو يعني عاوز دي سي في الاوت 1 مللي، طب اشتري ستيب داون كام وانا هحط في السوكت قبل البريدج عملت فكره؟ فيبقى انا ساعتها بالحبشي بقى معاها كده اناليسيس زي ما احنا عملنا صح ولا لا؟ واكتشف ان انا محتاج ترمز ريشيو معينه عشان تنزل لي الفولت للقيمه اللي لما يخش على دائره السنتر تاب دي اللي هي الفول ويف يديني دي سي كارنت بكام؟ 1 مللي امبير وفي دي سي بالقيمه اللي احنا جبناها، فهمتوا يا جماعه؟ يبقى هنا بيقول لك الديزاين يبقى انا ايه اول زي ما قلنا جبت الفي دي سي وجبت منه في ام وزي ما قلنا بقى يبقى ان على 1 بيساوي في بيك على 2 بي ام هتطلع لك ان ب 10.185 كده خلصنا الايه الفول ويف هقول بس فكره دي بسرعه الدايد ايه بقى فلتر سيركت
هو اصلا احنا قلنا في المحاضره واحنا ليه بنعمل اصلا هاف ويف وفول ويف؟ عشان نعمل دي دي سي اساسا يعني. فقال لك اه اصل هو الدايره اصلا زي ما قلت لكم ان انا بعمل الهاف ويف او الفول ويف وبعد كده بعمل حاجه اسمها فلتر سيركت او بيسموها انفلوب ديتكتور يعني. بحط ايه على احنا الاوت هنا بتاعنا على ايه دايما؟ مقاومة. تحط معاه بارلل كاباسيتور. بارلل ايه؟ وهو ده الاوت. سواء هاف ويف او فول ويف. طب ايه اللي بيحصل؟ تعال نشوف. دي دايرة ايه؟ من غير الجزء ده. دي عندنا محاضرة اللي فاتت دي دايرة ايه؟ هاف ويف. لو هي كده بس الاوت هيطلع ايه؟ هاف ويف ريكتيفاير. حطينا ايه؟ كاباسيتور. ايه اللي هيحصل؟ تعالى بقى نشوف اللي هيحصل. بصوا معايا. يبقى الدايره دي بتقول بصوا هنقول ايه سوليد وزود سي وزود ايه يعني من غير كاباسيتور او بتطلع من ازاي مش عايز كده يا جماعه يوصل هنا هيلاقي الانبوت بيعلى ولا بيقل؟ يبقى الفولت
بتاع الكاثود بتاع الانود اكبر من الكاثود ولا اقل كده؟ مش هو هيجي يلاقي النقطه السوداء دي هيلاقي فولت هنا بيعلى ولا بيقل؟ ها بيقل عن هنا، يبقى الضيود يبقى ايه تاني؟ فورورد، والمكثف يشحن تاني لحد انهي نقطه؟ ماكس. يلاقي الانود بايه بينما فولت المكثف بي ام، يبقى يعمل ايه؟ الضيود يبقى ريفرس، فيفرق يجي هنا يعمل ايه؟ يشحن وبعد كده يفرق. طيب دي كده الاوتبوت ويز ويز ايه بقى؟ ويز كاري. يبقى انت لما بتحط مكثف يبقى ده الاوت. شبه ايه كده؟ دي سي بس في ايه؟ لو شويه ريفرنس في ايه؟ ريفرنس. طيب في ريفرنس. طيب لو كان فول ويف يبقى ايه الوضع؟ هنشوف كده. هيبقى كده. نفس الطريقة. هيعمل ايه برضو؟ هيلاقي الانبوت بيزيد، المكثف ايه؟ لحد ما ايه؟ يلاقي الانبوت بيقل، يبقى الدايود الريفرس ويشحن ويفرغ ويشحن ويفرغ ويشحن ويفرغ وهكذا. صح كده ولا لا؟ طيب. يبقى الاوتبوت طلع حاجة قريبة من مين؟ من دي سي. بس طبعا مين أحسن واضح؟ الفول ويف. ليه؟ لأن الريفرس الليفل بتاعها ايه؟ الفروقات بينها مالها؟ أصغر. هنا الفروقات مالها؟ أكبر. طبعا انتوا خدتوا معدل شحن المكثف ولا ما خدتوهاش؟ ما خدتوهاش. طيب اوكي، يعني هو مش مشكله الموضوع ده قوي، بس يعني هي الطريقه. يبقى احنا تاني بصوا، هنقرا الكلام تاني. بصوا بصوا الدايره بتدرس كده. بصوا من زيرو لكام؟ ركز معايا لكام؟ الدايود ايه؟ اون. المكثف هيشحن لحد ما يوصل معدل شحن المكثف اهي، جه الفولت الاوتبوت اللي هو الفولت على الكباستور في ام في 1 ناقص اي اس ناقص تي على تاو تشارج. تاو تشارج ما قلنا صغير جدا. ليه؟ لان الار ايكويفالنت مالها صغيره، لان الدايود ايه؟ فور. دي معادله الشحن. هتلاقي ان التاو تشارج صغيره جدا، لو حطيتها بزيرو اي حاجه على زيرو تديك كام؟ اي اس ناقص مره هي بكام؟ زيرو. يعني انه هيوصل لمين فعلا في الاخر؟ في ام. يعني هيوصل بسرعه. هيوصل ايه؟ لو تاو تشارجنج بصفر يبقى هيوصل انه ايه؟ النو تايم، اللي هو هيطلع كده على طول يعني. بس هو ما طلعش كده، هو هياخد ايه؟ وقته مع مين يعني؟ مع الانبوت. عشان كده ليه تاو تشارج. لما بقى من تي على 4 هيبقى الدايود ايه؟ اوف. فالمكثف يفرغ بس سلولي ولا كويكلي؟ سلولي، يعني فرغ ببطء. ليه؟ لان التاو ديس تشارجنج هتبقى ار في سي ان وار ار فيها الدايود ريفرس ولا فورورد؟ ريفرس. عشان كده الداوت شارج تبقى كبيره. طب معادله تفريغ المكثف اللي انا مش عارف ما خدتوهاش ازاي، بتقول لك في ام اي اس ناقص تي على تاو ايه بقى؟ ها؟ ديس شارج. تاو ايه؟ طب دي بتقول ايه؟ احنا بنقول داوت شارج كبيره ولا صغيره يا جماعه؟ كبيره جدا. لو بما لا نهايه اي حاجه على ما لا نهايه تديك كام؟ فتطلع في ام بكام يعني؟ في ام. اصل انت خلي بالك لما انا اشحن وتيجي تقول لي فرغ في ما لا نهايه، يعني معناه ان انا ايه؟ مش هفرغ اصلا. زي ما واحد يقول لك اشحن النو تايم، يعني ايه؟ كنت زيرو ابقى كام على طول؟ في ام. لكن هشحن بسرعه يبقى هبقى كده مثلا. هفرغ لو قلت لي هتفرغ التوتس شارج بتاعك كبير، يعني بتاخد وقت كبير، يبقى انا هاخد وقتي. بدل ما هفرغ بسرعه هاخد وقتي. لكن قلت لي هتفرغ في ما لا نهايه يبقى انا ايه يعني؟ هبقى ثابت. يبقى معدل الشحن فوق دي معدل التفريغ. ماشي يا جماعه ولا لا؟ معدل التفريغ بتتوقف على مين؟ زي ما بقول لكم تاو اس تشارج. لو ده قيمته كبيره يبقى انا هفرغ بايه؟ ببطء، اخد وقت يعني. لو ده صغير يبقى انا هفرغ ايه؟ بسرعه. ماشي يا جماعه ولا لا؟ فدي الفكره بتاعت الموضوع. طيب يبقى ده الايه؟ الحاله بتاعتنا. يبقى ده تاني. يبقى لو عدنا تاني القصه دي عشان بس الناس ده الايه يا جماعه؟ انتوا عارفين ان المكثف دايما بيمشي مع مين؟ مع الانبوت، صح؟ فقال لك لما الانبوت من 0 تي على 4، يعني الانبوت بيزيد ولا بيقل؟ يعني الفولت هنا اعلى من هنا، فده فورورد، صح؟ المكثف يشحن، هيشحن بسرعه، فهيفولو مين؟ ها؟ الانبوت. ليه هيفولو الانبوت؟ علشان هو هيشحن بسرعه. طب ليه هيشحن بسرعه؟ عشان الار ايكويفلنت صغيره، لان ده فورورد مقاومته صغيره.
تيجي فين؟ ها؟ تلاقي بعد الجزء ده الانبوت بيقل ولا بيزيد؟ بينما الفولت هنا اصلا وصل لفي ام اللي هو فولت المكثف، فبقى الفولت هنا اعلى من هنا، فبقى الديود ريفرس. فالمكثف ايه؟ ها؟ بيفرغ لانه بيطبع الانبوت. طب هيفرغ بسرعه ولا ببطء؟ لا لا هيفرغ ببطء. ليه ببطء؟ علشان الديود ريفرس فمقاومته كبيره، فالتاو ديستشارج كبيره يعني فرغ ببطء اهو، لحد ما مين يلحقه تاني؟ الانبوت اللي بيزيد تاني فيزيد يشحن معاه وبعد كده يفرغ وهكذا. فيطلع لك حاجه شبه الدي سي ولا مش شبهه؟ شبهه، بس مشكلتها ان فيها ايه بقى؟ ريبلز. الريبلز دي هنحلها ان احنا هنجيب زرار ايه؟ دايود هيحل القصه دي. لو فول ويف نفس السيناريو، لما تقارن بين الاثنين مين احسن ومين اوحش؟ ركز معايا. اول حاجه الهاف ويف في ميزه ان الاف اوت بيساوي ايه؟ مش احنا قلنا القصه دي؟ يعني لو الاي سي كام؟ 50 هرتز، هيبقى التردد بتاع الاوت بتاعك كام؟ لكن ده مشكلته ان الاف اوت بيساوي كام؟ فده عيب. بس ده فيه عيوب بقى، ان الريبلز بتاعته مدى عالي، الدي سي بتاعه اللي هيطلع كبير ولا صغير؟ صغير، لانه يعني بيطلع بي ام على فاول، لكن ده الريبلز بتاعته مدى اقل والدي سي بتاعه ايه؟ اعلى. يعني ده هيديك دي سي اعلى ولا اقل من ده؟ دي سي اعلى. ليه؟ لان هو الفي دي سي بتاعه كان ايه؟ اعلى من ده فعلا، فعشان كده ده هيديك دي سي اعلى من ده وهيديك ريبلز اقل. بس عيبه ان الفريكونسي بتاعته ايه بقى؟ دبل الايه؟ الفريكونسي. طبعا سواء الدايره هاف ويف او فول ويف بقى ليها قوانين هنحلها المره الجايه يعني، ونحل عليها مسائل. حد عنده اسئله؟